الو، اتفضل مساء الخير. اتفضل. الشيخ ممكن أتناقش وياك؟ حضرتك عندنا سؤال النهارده، لو نعم. حضرتك عايز تطرح سؤال يبقى بكره باذن الله تعالى. طيب شنو السؤال؟ سؤالك انت ابو الفضل العباس، سؤال ابو الفضل العباس: انتم قلتم لا ينال عهد الظالمين، اي لا ينال الامامه ظالما، فالعباس ابو الفضل العباس لم يكن اماما، فهل معنى ذلك انه كان من الظالمين؟ اتفضل. طيب شيخ ممكن تخصص رقم للملحدين؟ لقب للملحدين؟ انت بقيت ملحد ولا ايه؟ أنا كنت شيعي وحاني ملحد. طب ما فيش مشكلة، يعني عايز تسأل عن ايه انت كنت؟ سؤالي عن أسماء الملائكة، مثلا إسرافيل، ميكائيل، هذه أسماء يهودية يعني عبرية. طب واسم ابراهيم؟ لا، عن السؤال عن طب ما هو الملائكة اسم مثلا ابراهيم برضه إسرافيل. هيجي واحد يقول لك ده اسم يهودي، وبعدين الاسماء ما عندناش فيها مشكله على فكره. لا يعني لماذا طب ما الله احنا عندنا سبحانه؟ معنى عندنا اسرائيل. طيب يعني هل الله يسمي ملائكته بأسماء يهودية؟ طب وايه المشكله يعني؟ هو مين اساسا؟ معلش يعني، هم اليهود هم دول اللي جم من الاول، يعني اول من خلق البشر يهود. طب ليه اليهود هم اللي ما سموش اساسا يعني الملائكه اللي جم الاول ولا اليهود؟ لا، هو المفروض الملائكة. يبقى الملائكه، يبقى اليهود هم اللي سموا اسمائهم على اسماء الملائكه مش العكس. شفت شلون؟ لا شفت؟ لا، أنا سؤالي لماذا الله يسمي ملائكته بأسماء عبرية؟ يا لماذا لم أستاذ يسميهم بأسماء إسلامية؟ يا أستاذ يا أستاذ يا أستاذ يا أستاذ، الله عز وجل، يعني أنا أقول لك حاجة، نفترض إن أنت أبوك وأمك بس اللي كانوا موجودين في الدنيا دي كلها، تمام؟ واختاروا لك اسم، نعم. واختاروا لك اسم، وبعد كده اللي جه الأجيال اللي جت بعد كده سمت على اسمك، يبقى أنت اللي غلطان ولا الأجيال اللي بعد كده؟ طيب الشيخ ممكن سؤال ثاني؟ يعني اقتنعت بالسؤال الأول؟ السؤال الثاني، لماذا جميع الأنبياء من الشرق الأوسط؟ لماذا جميع الأنبياء من الشرق الأوسط؟ نعم. لأن هي مزرعة الأمم. أي والله. وبعد كده طيب تفرقت. الهنود الحمر سكنوا أمريكا قبل 18,000 سنة، لماذا لا ما أنت تركهم الله بدون نعمة؟ معلش يعني، واللغة العربية بقى لها كام مليون سنة؟ دي نقطة. النقطة التانية، القضية مش قضية هنا ولا هناك، ما انت لو انت عشان تقول كده يبقى البربر المفروض كلهم برضو رسول، وكل لغة لها رسول، صحيح؟ يعني لو على كلامك كده اي لغة في العالم، شوف حوالي 36 لغة ولا 100 لغة، واخد بالك، ولهجة. طب ما انت عندك ساعات بيبقى ناس ساكنين في نفس الدولة ومش فاهمين لهجة بعض. لا شيخنا، صحيح؟ لو لا يعني لا هذه قول لي صحيح او مش صحيح، قول لي صحيح او مش صحيح. الشعوب اللي سكنت هاي قارات أمريكا والصين واليابان وأستراليا، لماذا تركهم الله بدون نبي؟ لماذا الأنبياء فقط في الشرق الأوسط؟ طيب انا هقول لحضرتك حاجه، انت بتتكلم عن الشرق الاوسط صح؟ نعم. جميل قوي. والشرق الاوسط دي ايه بالنسبه لكم؟ يعني بالنسبه للعالم دي ايه؟ يعني بشر مثل، طيب يعني بشر. نعم. طيب يعني هو نزل في الاخر على بشر برضو والله. طيب لماذا ترك وبعدين استنى الشعوب بس، فيها؟ استنى، هي السعودية تبع الشرق الاوسط ولا اسيا؟ لا، تبع الشرق الأوسط. الشرق الاوسط واسيا ولا قارة؟ انت بتتكلم في قارات. طيب اعطيني نبي ارسله الله الى اليابان او الصين او الهند او امريكا. هو القضية مش إن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى في الصين، أو مش الأنبياء يبقوا في الصين والكلام ده، العبرة كلها بإن يوصل لهم الرسالة. وإلا أنا قلت لك حضرتك، أنت لو افترضنا دلوقتي
يبقى المفروض نابل الصين ونابل امريكا ونابل كل لغه بقى ونابل كل منطقه، صح؟ يعني نفترض دلوقتي يعني... اسمعني بس، هديك مثال بسيط، هديك مثال بسيط. لو احنا دلوقتي احنا موجودين في مصر، صح؟ نعم. ومفيش طرق مواصلات، مفيش. كان زمان في الجمال والخيل والكلام ده كله. بس طب واهل ليبيا مش المفروض يجي لهم نبي؟ طب ولو النبي نزل في القاهره مش اهل اسكندريه المفروض يجي لهم النبي؟ طب واهل المغرب واهل موريتانيا؟ وانت لو هتتكلم بقى بالحدود واخدلي بالك، يبقى كل حدود كده كل منطقه المفروض يبقى ليها نبي. نعم. طيب الله عز وجل ياتي كل منطقه نبي. العبره باداء الرساله، بافهام الرساله، بالابتعاث. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثلا جاء وابتعث للامه وزراء سفراء. طيب شيخنا اسمعني بس، اسمعني اسمعني نقطه ثانيه. طب هل هو ربنا هيحاسبهم ولا مش هيحاسبهم؟ من لم يعني تصل الرسالة لا يحاسب، من لا تصل الرسالة لا يحاسب. يعني الكفار اللي ساكنين بالصين واليابان هذول يروحون للجنة؟ لا، لو وصلهم الرسالة يتحاسبوا، يعني لو سمعوا ان في رسول وصلوا الاسلام والاسلام الصحيح يتحاسبوا، لكن لو ما وصلهم ما يتحاسبوا. طيب شيخنا المعجزات لماذا ليست مذكورة في كتب التاريخ؟ المعجزات ليست مكتوبة في كتب التاريخ، هتلاقيها موجودة في كتب الجغرافيا. يعني مثلا معجزة انشقاق القمر مذكورة في كتب التاريخ؟ طب وإيه المشكلة يعني؟ حتى لو افترضنا أنها مش مكتوبة، لو افترضنا هي مش مكتوبة، هل معنى كده أن هي مش موجودة؟ طب ما في حاجات ياما جدا جدا اتكتبت وفي الاخر طلعت كذب. طيب شيخنا بالنسبه للالحاد انا يعني اشوفه منتشر جدا بالدول الاسلاميه، لماذا لا تخصص حلقه؟ بص اقول لك حاجه، دايما بص يا استاذ دايما لو انت الانسان ملحد مثلا، خلينا نتكلم بجد، شبك من النظار اللي فات ده، خلينا نتكلم بجد. لو انت انسان ملحد اول حاجه تفكر فيها وجود اله مش وجود دين، وجود اله مش وجود دين. الاول نثبت وجود اله وبعد كده نشوف هل للاله دين يعني قانون ولا لا. مش انت رايح تدور في اشياء اساسا، يعني بالظبط كده اللي قدامه حيه ترك الراس ومسك في الديل في زي الحيه، ما ينفعش ما ينفعش. طيب كيف اعرف ان الله موجود؟ والله انت عايز تعرف ان ربنا موجود، انت بتتكلم في موبايل دلوقتي صح؟ نعم. لو انا قلت لك الموبايل اللي في ايدك ده وبتتكلم من خلاله لم يصنعه صانع، سواء شفناه او ما شفناهوش، صح؟ عقلك يستحيل يتقبل سواء شفنا الصانع او ما شفناهوش. لو انت افترضنا دلوقتي ان انت ماشي في صحراء وماشي عريان زي ما ولدتك امك، واخد بالك، وحاسس ان ما فيش في العالم الا انت الوحيد، انت الوحيد في العالم، وماشي في صحراء ولقيت الموبايل ده اشتغل معاك، هل هتفكر ان الموبايل ده مجرد حجر ولا اكيد ليه صانع؟ طبعا ليه صانع. جميل قوي. انت كانسان، انت كانسان مكوناتك كانسان هل هي افضل من الموبايل او الموبايل افضل؟ لا، الانسان افضل. طيب اكيد يعني يبقى في صانع سواء شفناه او ما شفناهوش، خلينا نمشي منطقيا عقليا، اكيد في صانع. ما ينفع ابدا 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 الموبايل ياتي بلا صانع، وما ينفع الانسان ياتي بلا صانع سواء شفناه او ما شفناهوش. طيب من خلق الله؟ من خلق الله؟ لو افترضت ومتمشيت معاك وقلت لك خالق، من خلق الخالق؟ خالق. من خلق الخالق؟ خالق. انت تعرف انا بقول لك الكلام ده ليه؟ لان عقلي اساسا لا يستوعب ان يكون هذا الكون بلا خالق.
ولكن لو ترجع للأصل الخالق لا يخلق. يبقى أنا لو أنا فضلت معاك ماشي في السلسلة ديت هنوصل إلى ما لا نهاية من الخالقين، صح؟ ولكن في النهاية لا بد أن يكون هناك خالق. فإن أنت ارتضيت أن أنت تمشي معايا إلى ما لا نهاية، فلماذا لا ترضى بالخالق الأول؟ طيب شكرا شيخ. العفو.